تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات برفع معدلات الفائدة بنسبة تصل إلى 1%. يأتي ذلك في ظل ارتفاعات نسب التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% بنهاية أغسطس الماضي، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 6.5% منذ مارس الماضي. وكان استبيان أجرته سي إن بي سي عربية في أغسطس الماضي توقع ارتفاع معدلات الفائدة في مصر بنسب تتراوح ما بين 2% إلى 3% مع نهاية هذا العام. إذن ترقب واضح رولا لما يحدث يمكن في الأسواق عقب الفيدرالي، إلى أي مدى قد نتجه بالفعل لعملية رفع مساوية بالنسبة للمركز المصري؟ سالي تعطينا تفاصيل أوفى حول هذه التحركات والتوقعات المرتقبة للمركز المصري. إليك سالي. أهلا بك ميسا ورولا. بكل تأكيد هذا الأسبوع هو أسبوع حاسم للبنوك المركزية فيما يتعلق بمعدلات الفائدة واتجاه البنوك المركزية لتشديد سياستها النقدية لكبح معدلات التضخم التي وصلت لمستويات قياسية في العديد من الدول. في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المصرية لمعدلات الفائدة التي سيقررها المركز المصري في جلسة يوم غد الخميس، نجد على أن استطلاع رويترز كان بتوقعات برفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، على الرغم من تسعير بعض الأسواق أيضا وتوقعات بنوك الاستثمار لرفع الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس في هذا الاجتماع، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في 4 سنوات خلال أغسطس الماضي. استطلاع رويترز وتوقعاته لرفع الفائدة في سبتمبر وتوقع برفع الفائدة على الودائع ب 12.25% وفائدة الإقراض على حوالي 13.25%. معدلات التضخم التي ذكرناها وارتفاعها لمستويات قياسية الأعلى في 4 سنوات سجلت في أغسطس 14.6%. هذا التضخم المرتفع الذي تشهده الاقتصاد المصري ويعتبره بعض الخبراء بأنه تضخم مستورد، خاصة من بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة بأن مصر تعتبر من أكبر مستوردي القمح، وما أثر هذا الأمر على ارتفاع الأسعار بالنسبة للمنتجات وأيضا السلع في مصر. لكن الأبرز في مباحثات صندوق النقد ومصر والحكومة المصرية حول تأكيد المسؤول بصندوق النقد بأن المفاوضات مع الحكومة المصرية دخلت مراحل متقدمة. مصر تتوقع أن تحصل من هذا القرض لقيمة تقريبا، بتأكيد من وزارة المالية بأن حجم هذا القرض لن يتجاوز 15 مليار دولار بحسب تصريحات وزير المالية المصري. وتوقعات بنوك الاستثمار العالمية بالنسبة للجنيه المصري وفق شروط صندوق النقد بأنه لابد أن يتميز الجنيه المصري بالمرونة وأن يكون هناك سعر صرف حر بالنسبة للجنيه، والتوقعات بانخفاض قيمته مقابل الدولار ل 23%. متوسط سعر الصرف المتوقع حتى نهاية هذا العام وفق مستهدفات الحكومة المصرية بأن يصل إلى 22 جنيه للدولار. إذن كانت هذه نظرة وتوقعات بالنسبة في الاقتصاد المصري والأوساط الاقتصادية لاجتماع الفد الاجتماع المركزي المصري يوم غد الخميس. وحول طبعا توقعات المركز المصري ينضم إلينا من القاهرة سيد عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية. أهلا بك معنا أستاذ عمرو. إذا ما ألقينا نظرة طبعا على معدلات التضخم المعلنة في أغسطس، هي ما زالت يعني أعلى بكثير إذا ما قارناها بمعدلات التضخم اللي عم نراقبها بمنطقة الشرق الأوسط واللي عم بتمثل قرابة 7%. إلى أي مدى برأيك يعني هذه الفروقات اللي عم نقرأها بمستويات التضخم قد تكون عامل أساسي اليوم باتخاذ المركزي قراره هذه المرة بعملية الرفع للفائدة؟
شكرا على الاستضافه. يمكن اسعار معدلات التضخم في مصر هي مرتفعه اعلى من المستويات المستهدفه للبنك المركزي المصري، هي 7% بلس اور ماينس 2%، فاحنا بنتكلم على معدلات تضخم اوريدي بالفعل اعلى من مستويات البنك المركزي. الاسباب طبعا احنا زي ما التقرير ذكر اسباب خارجيه، وهناك بعض الاسباب الداخليه زي ما حشوفنا في اغسطس، وتسارع معدلات التضخم نتيجه ارتفاع اسعار الطاقه اللي تم رفعها في شهر يوليو. فاحنا الارقام التاريخيه بالنسبه لمعدلات التضخم هي مرتفعه بالفعل، ولكن البنك المركزي وحسب البيانات اللي بيصدرها بقاله كذا اجتماع ان هو توقع او قراراته بالنسبه لاسعار الفايده لا تعتمد بالضروره على معدلات التضخم التاريخيه، ولكن تعتمد على معدلات التضخم المتوقعه. فبالتالي بنبص على المستقبل، معدلات التضخم ممكن يحصل ايه فيها الفتره القادمه. في الاونه الاخيره شفنا فيه ارتفاع طبعا تدريجي في اسعار الصرف، يعني سعر الدولار قصاد الجنيه المصري كان فيه انخفاض نسبي تدريجي في الجنيه المصري قصاد الدولار، وبالتالي ده ممكن يؤدي الى وجود تضخم مستورد في الفتره القادمه، يعني ده من هنا لغايه نهايه السنه، لكن بدايه من السنه الجايه ان شاء الله لو بنتكلم على سنه الاساس هنلاقي ان معدلات التضخم ممكن تنزل وتنخفض لمعدلات احاديه الرقم. فبنتكلم على توقعات التضخم بالنسبه لوجهه نظر البنك المركزي، ارى ان هي انه شايف ان هيبقى في تسارع في الفتره القادمه، ولكن التسارع ده هيبقى مؤقت وهيبتدي تنخفض معدلات التضخم للعام القادم ان شاء الله. فاعتقد في قرار البنك المركزي بكره ان شاء الله، بما ان احنا كان في كذا اجتماع لم يتم رفع اسعار الفايده فيه، في حين ان البنك الفدرالي الامريكي كان بيرفع اسعار الفايده، ده اعتقد ان هو يعتبر البنك المركزي هيشوف ان هو اعتقد ممكن نرفع الفايده النسبه البسيطه، حتى احنا توقعاتنا هنا 1% رفع اسعار الفايده، ومن هنا لغايه نهايه السنه 1% كمان. اوريدي البنك المركزي رفع 3% من بدايه العام، ولو البنك الفدرالي الامريكي النهارده قرر رفع 3/4%، ده معنى كده البنك الفدرالي هيكون رفع 3% هو نفسه، فبالتالي نعم. احنا في متاخرين شويه نسبيا كبنك مركزي. اعتقد ان هو طيب. عشان يحافظ برضه على قوه الجنيه يبقى لازم يكون في رفع من حول رفع كبير، لان الرفع الكبير ده هياثر بالسلب طيب. على تكلفه الدين في مصر. سيد عمر، يعني معظم الدول التي ستجاري الفدرالي الامريكي في رفع اسعار الفائده هي مضطره حتى تحمي سعر صرف عملتها ولا يحدث هذه الفجوه بين الدولار الامريكي وبين عملتها. مع ترقب السوق في مصر لتخفيض سعر الجنيه وتعويمه في الفتره القادمه، فسيكون التصرف لدينا مزدوج، الضربه مزدوجه، من ناحيه رفع سعر فائده لا نجاري بنفس المقدار او اكثر يجب ان يكون ذلك، ومن ناحيه اخرى تراجع سعر الصرف. هل يجب ان ننتظر كما ذكرت مع بدايه العام القادم حتى تنتهي فتره التعويم والسوق يعيد تقييم سعر الجنيه الحقيقي في السوق؟ خلينا نتفق على حاجه، ان سعر الصرف بتاع مصر كان مستقر لفتره طويله جدا، في اوقات كان ممكن ينخفض فيها ايام ازمه كورونا، حصل انخفاضات في العملات الاخرى في الاسواق الناشئه، لكن الجنيه المصري حافظ على قوته قصاد الدولار، ومع ارتفاع قيمه الدولار بالتالي الجنيه المصري كان قيمته النسبيه بترتفع، وده اللي ادى الى وجود فرق ما بين ما يسمى القيمه العادله للجنيه المصري والقيمه السوقيه الحاليه. فبالتالي ده كان نتيجه تاخر في وجود مرونه في اسعار الصرف الجنيه قصاد الدولار. فالفتره الجايه ان شاء الله بما ان في محادثات مع الصندوق النقدي الدولي، ونحن شايفين المفروض يكون في مرونه، المرونه دي لو كنا خدناها من ايام 2016 من بعد صندوق قرض الصندوق النقدي الدولي الاولاني، اعتقد ده كان هيحافظ على وجود يعني الفروقات ما بين الجنيه والدولار ما تبقاش كبيره او كقيمه عادله مقارنه بالقيمه السوقيه، مش كان هيخلينا ان احنا نرجع تاني ونقول ان في تخفيض بقيمه كبيره. ولكن في الاونه الاخيره التخفيض التدريجي انا في رايي كان يعتبر انسب طريقه لتخفيض الجنيه المصري، لانه التخفيض الكبير اللي شفناه في مارس لم يحل المشكله. برضو احنا عايزين في مشكله ان هي في ناس بتعمل سبيكيليشن او مضاربه على سعر الدولار، وفي ناس تحتفظ بالدولار وحين عمليه الدولاريزيشن بترتفع لما يكون في توقع بارتفاع الدولار، لكن التوقع الارتفاع التدريجي ده بيخلي ان في توقعات انه خلاص الدولار بيرتفع مع الوقت، ولكن مش هيبقى فيه قرار فجائي. واحنا مشكلتنا في مصر لما بيكون فيه قرار فجائي ده بيضر حاله الاستثمار بصفه عامه، وعلى سبيل المثال شفنا في قطاع الاسمده الازوتيه مؤخرا لما قرروا ان هم يخلوا فيه معادله تثبت السعر بين الغاز الطبيعي والعمل والسلع اللي هي الاسمده، نعم. ده كان في رايي على المدى الطويل هيبقى كويس جدا للمستثمرين. فاحنا بالنسبه لسعر الصرف محتاجين نعم. برضه يبقى يكون في اليه تخلي المستثمر يقدر يتوقع سعر الدولار قصاد الجنيه في الفتره القادمه، والا هيبقى في احجام على الاستثمار في مصر، انه هيبقى قرار رفع سعر الدولار او تخفيضه هيبقى مقارنه قرار فجائي، احنا مش عايزين قرار يبقى فجائي، عايزين يبقى في تدريج يكون بناء على معدلات وعوامل اقتصاديه تكون معروفه.
نعم. طيب يعني احنا عارفين انه السيوله بالاسواق ارتفعت قرابه 30% يا استاذ عمرو بالاسواق تحديدا بشهر اغسطس اليوم، برايك نسبه الرفع الى اي مدى ستكون من قبل المركز المصري قادره على امتصاص هذه السيوله اليوم بالاسواق، وهل يجب ان تتوافق اليوم السياسه النقديه مع السياسه الماليه اللي عم تتبعها الحكومه لايقاف مستويات التضخم من الارتفاع؟ بالفعل احنا شفنا مؤخرا في تناغم او وجود تناغم ما بين السياسه النقديه والسياسه الماليه، ودي حاجه كنا مطالب بيها، لان طبعا ما ينفعش الاثنين يعملوا في موازاه عن بعض. شفنا في محادثات ما بين رئيس الحكومه والقائم باعمال محافظ البنك المركزي، اعتقد وده احد الاسباب اللي احنا شايفين ان رفع الفائده 1% يكون كافي بالقدر، يكون رفع بالقدر الكافي بحيث انه لا يؤثر بالسلب على حتى خدمه الدين المحلي المرتفع. فبالتالي احنا شايفين انه الهدف الاساسي حاليا بالنسبه للبنك المركزي هو مش هنقول هو محافظه على سعر الجنيه، لان سعر الجنيه اوريدي بينخفض تدريجي، ولكن محافظه على اسعار في السوق. فمعدل التضخم هي اعتقد هي هيبقى الشغل الشاغل، ولكن ده على المدى القصير، على المدى المتوسط والطويل هو معدلات النمو، وده اللي ازاي نجذب استثمارات للسوق المصري والاقتصاد المصري، وده عن طريق السياحه، عن طريق التصدير، وليس عن طريق الاستدانه، عن طريق ادوات الدين المحلي. فاحنا محتاجين نركز على الجزء بتاع الحساب الجاري اكتر منه على الحساب المالي والراسمالي، لان هو ده اللي هيدينا استمراريه بالنسبه لقوه الاقتصاد المصري في الفتره القادمه. فاعتقد ان التناغم ما بين السياستين دولت مهم جدا، وشفناها مؤخرا، ولكن محتاجين نشوف على ارض الواقع ان يكون فعلا في سياسات ماليه ايضا بتساعد على جذب استثمارات، علشان وشفنا مؤخرا من صناديق الاستثمار الخارجي وصناديق السياديه، ولكن عايزين الكلام ده يتم تنفيذه مش بس من جهه الصناديق السياديه، ولكن ايضا من المستثمرين الاجانب، لانه ده هيجيبين العملة الصعبة في الفترة القادمة إن شاء الله. بالتأكيد. ونشكرك ضيفنا السيد عمرو الألفي، وأنت رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية. نأتي لنهاية فقرة في العمق حول الاقتصاد المصري وتوقعات طبعا المركزي في اجتماعه يوم غد.